مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، قناه الشعب، قناه صوت لما لا صوت لا، قناه المظلومين وفضح المستور وتبيين الحقيقه بطبيعه الحال، ودائما قضيه من قضايا وملف من الملفات الساخنه. واليوم كما شفتوا كما تبعتوا معنا عبر قناتكم قناه الشعب قناه شوف تي في، جريمه بشعه هزات دوار اولاد بوراس من بعد ما اننا سمعنا من المصادر ديالنا ان كما كتشوفوا هما يعني رجال الدرك الملكي يلاه انهم مغادرين، يعني وصفها الراسو، يعني صفها الزوجه ديالو وصفها الراسو بواحد الطريقه اللي بشعه كما كتشوفوا. ورجال الدرك الملكي في هذه الاثناء كيغادروا الدوار لانهم تقريبا راه واحد 4 السوايع ولا 5 السوايع هما في عين المكان، باش انهم يعني يشوفوا المصدر ديال الجريمه شناهو، يشوفوا شنو كاين ويحاولوا ياخذوا البصمات والصور وشحال من حاجه غادي تساعدهم في هذا اللغز هذا. يعني الصراحه هذا الشيء يعني كيحس في القلب ملي كتسمعوا هذا الشيء اللي وقع في دوار ولاد بوراس ديال السيد اللي صفاها للزوجه ديالو بهذه الطريقه بشعه وبهذه الطريقه اللي هزات دوار ولاد بوراس. جماعه حسين كما كتشوفوا معنا عبر قناتكم قناه الشعب قناه شوف تي في، في هذا الاثناء رجال الدرك الملكي يغادرون دوار اولاد بوراس في هذه الجريمه اللي هزات دوار كامل. راجل خاصم مع مراته، ناض قتلها وصفها لراسه. احنا ما عرفناش وما غاديش نحكموا ونقولوا يعني شي مشاكل او شي حاجه، كاينين مشاكل زوجيه. شوف الله يحفظ يعني شنو هما الاسباب اللي كانوا باش انهم خلاتو انه يقتلو. يعني كاين بعض الناس يقولوا السبب هو الخيانه، عنده 2 وليدات. كاين بعض الناس اللي كيقولوا السبب هو الخيانه، السبب هو بزاف الحوايج. الناس يعني الله يرحمهم، يعني ما كنتمناو حتى واحد بحال هاد الموته هادي. الاسباب ما غنعرفوش، ما بين جوج مجوجين بطبيعه الحال، زائد انه عندهم 2 وليدات اللي خلوهم دابا. صراحه الم وحسره على العائلات بجوجهم، رغم انهم من نفس العائله. صراحه هادشي كيالم ملي كنسمعوا بحال هادشي اللي وقع. يعني كنتمنى من جميع الناس انهم يحاولوا يفكوا مشاكلهم بيناتهم، لان المشاكل كيوليو المصدر ديالهم، وبحال الطوارئ هذو اللي كيطراو بحال القتيله بحال الله يستر بزاف الحوايج. قول الله اعلم. هادشي اللي كنقولو خويا رشيد، وهادشي اللي صلحنا لهاد السيد كتب سبب هو الخيانه الزوجيه، انا كنقولو الله اعلم. بين جوج مجوجين عمرك كتعرف المشكل الرئيسي اين هو، وعمرك كتعرف من الظالم من المظلوم، عمرك كتعرف بزاف الحوايج. يعني كيقولو الزوج صفاها الزوجه ديالو وصفاها لراسو، حنا ما عرفناش واش الزوجه اللي صفاتها الزوج صفاتها لراسها. هادشي باقي المصدر ديالو باقي ما بينش. هادشي عندو الناس ديال الخبره، عندو الناس يعني ديالو اللي عارفينو واللي غادي يعني ياكدوه ان شاء الله. كما تشاهدون في البث المباشر من دوار ولاد بوراس، جريمة قتل هزات دوار ولاد بوراس. يعني مأساة صراحة. يعني شخص يذبح الزوجة ديالو ثم ينتحر شخصا، كما كنقولوا اهتز دوار ولاد بوشعيب جماعة ولاد حسين إقليم الجديدة صباح اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري على وقع جريمة قتل بشعة. بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 66 سنة على وضع حد حياته، يعني وضع حد الحياة للزوجة ديالو البالغة من العمر 60 سنة. وتضيف المصادر أن الجاني وجد منتحرا شنقا بجانب زوجته. يعني هنا كيبين لكم ان ضروري كاين شي سبب
اللي خلى انها الجريمه توقع وحل بمكان الواقع عناصر الوقايه المدنيه والدرك الملكي، حيث جرى نقل الجثتين الى مستودع الاموات في المستشفى الاقليمي محمد الخامس، فيما امرت النيابه العامه المختصه السلطات بفتح تحقيق في اسباب وحيثيات هذه الجريمه. وهذا الشيء يعني اللي وقع الدوار ولا الدراس، وهذه هي يعني الاخبار اللي صدرات. وبهذا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، نلقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.